بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه جدا. هعمل معاكم النهارده وصفه تجنن لسمك الفيليه، وهنعمل كمان فرنش توست حلو قوي محشي بالشوكولاته. تعالوا نشوف اول وصفه معانا، وهي السمك، سمك فيليه لذيذ جدا. ايه هي مقاديري؟ السمك الفيليه 4 سمكات فيليه مخليين، زبده والثوم، البقدونس والشبت، عندي الليمون، كمون وبابريكا وملح وزعتر وجوز الطيب، حلقات فلفل الاحمر الحار، بطاطس مسلوقه، بصل ابيض وزيت زيتون، فلفل الوان مكعبات صغيره، بصل اخضر، وكمان هنقدمه مع الرز البني. تعالوا كده نشوف اول حاجه عايزه اعملها، هي ان انا اتبل السمك بتاعي الجميل ده. عايزاكم بقى تتبلوا التتبيله بتاعتكم من بالليل او 3 ساعات على الاقل قبل ما نعمله. سهل قوي، خفيف، لذيذ جدا، وكمان سواه بيخش الفرن، فسهل قوي يعني. عايزين نعمله ونبقى مستمتعين كده واحنا ايه هناكله. يلا بينا يلا بينا. اهو هاخد كده السمك بتاعي، هحطه في البولة، هجيب الثوم والزعتر، بهاراتنا بقى الحلوة اللي لسه قايلين عليها، البابريكا طبعا، كل ده بيديني طعم ألذ وأطعم من التاني، كمون والملح كده مع الفلفل السبايسي والليمون كده. اهو يا سلام يا سلام. زيت الزيتون بقى، ونقلب المقادير اللذيذه دي كلها مع بعض. بس قبل ما اقلب تعالوا ايه، هجيب صينيه الفرن بتاعتي وهقطع عليها ورق الزبدة. تعالوا هنا نعمل كده، وهحط ورق الزبدة عليها كده، ويلا بينا ندعك بقى التتبيلة الحلوة دي مع بعض. شايفين بالشكل ده، وتسيبوها على قد ما تقدروا في التتبيلة. التتبيلة دي تجنن، حلوة، حلاوة ما حصلتش. يلا هاجي بقى هنا كده، هجيب الايه، حلقات بطاطس انا سلقاها نص سلقة كده، وعايزين نعملها كده. شايفين الجمال ده بقى اهو كده، شايفين اللذاذة دي. يلا هجيب هنا شوية الملح كده عليها وندعك اهو. هحط الخضرة بتاعتي الحلوة كده، يلا وهبدأ أرص السمك بالشكل اللذيذ ده. شايفين عايزين كله يبقى عليه ايه، وهجيب الفلفل الالوان وهيتحط برضو داير داير كده. حلقات البصل بتاعتنا
طبعا دي صينيه ملغمه محترمه لذيذه جدا، تستاهل ان انا يعني ايه استنى كده واقعد ومخمخ واكل براحتي وبمزاج. وهنحط كده وعلى الوش. يلا قبل ما اطلع الفاصل وادخلها الفرن نشوف احنا عملنا ايه. تبلنا السمك احلى تتبيلة ومعايا البطاطس ويخش الفرن اهو. يلا بينا جاهزين نطلع الفاصل نرجع لكم مع الفرنش توست بحشوة الشوكولاتة، تجنن هتعجبكم جدا، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف صينية السمك بتاعتنا بجمالها وحلاوتها. بصوا بقى بتاخد الوش المشوي المظبوط، حلوة وجميلة وريحتها فظيعة، قلب المطبخ يعني مخليات يجنن، حلوة قوي. وهتكمل سوا، هنسيبها تكمل السوا بتاعها. وتعالوا نعمل مع بعض دلوقتي أحلى فرنش توست بطريقة لذيذة وسهلة جدا وسريعة. تعالوا نشوف المقادير. عندي التوست، التوست احنا شايلين الأطراف بتاعته. عندنا شوكولاتة قابلة للدهن، طبعا أنا دايما بحب أجيبها اللي بالبندق. وعندنا الموز والتوت، عندي سكر بني والقرفة، لبن ودقيق وفانيليا وملح وسكر. عندنا كريمة الخفق والريحان، صوص الشوكولاتة وصوص التوت. اول حاجة عايزة اعملها هي الحاجة بتاعتي اللذيذة اللي انا ايه اضرب بيها كده. بصوا نحط الباودرز كلها، تمام اهو وكده اهو. يلا هدي هنا رشة سكر، رشة ملح، وهحط الفانيليا كده. وتعالوا نبدأ نقلب التقليب بتاعنا الجميل كده. الفرنش توست من الاكلات اللذيذه قوي اللي الولاد بيحبوها، دايما عايزاكم تعملوا اكلات حلوه سهله وسريعه ولادي يحبوها، وممكن كمان هم يساعدوا في ان هم يعملوها، فدي بتكون لذيذه جدا لما تبقى حاجه هم مقاديرها كلها لذيذه فان، يعني حاجه ممتعه ان احنا نعملها معاهم. تعالوا دايما ما نبخلش عليهم ونعمل معاهم الحاجات اللذيذه دي كده. هزود بس اخر حاجه وهي شويه زيت خفيف قوي اهو. نقلب تقليب مستمر، حلو قوي. يلا بينا يلا بينا. هبدا بقى هنا هجيب التوست بتاعي، وعايزين نعمله بطريقتين. عايزه اجيب بوله كده اوكي هنا، لا هجيب ده يكون احسن. تعالوا مع بعض يلا يلا. بصوا بقى علشان نعمل كذا شكل وكذا طريقه، هجيب هنا كده السكر والقرفه وايه نقلبهم مع بعض. شوفوا بقى طبعا ده كومبو يجنن، عايزه اقول لكم دايما بنحب نعمله ونفرده. يلا تعالوا بقى نشيل اي حاجه مش هنستخدمها. يلا بينا. هجيب بقى هنا كده نحط بس الاول مكعبات الزبده. وهبدأ ان انا انزل كده اهو بالشكل اللذيذ ده.
اوبا، ريحه الفانيليا عامله شغل جامد قوي. عايزه اقول لكم تطلع روعه اهو. تعالوا كده نجرب. نقلبها على الناحية التانية. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، أيوة، على الجمال والحلاوة. هوبا، شوفوا شوفوا بقى. يلا بينا نقلب اخر واحدة. نروح نشوف مع بعض الفرن بتاعنا الجميل. تعالوا نقلب الصينية الناحية التانية. السمك قرب على السوا. وايه اهو، يخش بقى كده ياخد سوا كامل متكامل. يلا بينا، بصوا بقى الحركة دي. اهو هاخد اول واحدة، هوب هنزلها غطسة في التانية مع السكر والقرفة كده. ده نوع، هوب غطسة في التانية. كده تعالوا نطلع بقى. بصوا بتبقى طرية وجميلة وهشة، تجنن تجنن تجنن. شوفوا بتبقى عاملة ازاي، دايبة خالص وبجد جميلة جدا. خليها هنا، نعمل مع بعض كمان كام واحدة كده. يلا، عشان عايزين كل دايما الناس حبايبنا كله ياكل وكله يتبسط. دايما تعملوا يعني لولادكم واصحابهم. يعني انا عندي الولاد بيحبوا دايما يشاركوا قوي اصحابهم في الحاجه، فقلت مش معقول يعني ما بعتش زياده، لا نبعت زياده دايما اهو علشان كله ياكل ويتبسط. الاكل لو ما تشاركش ما بتحسوش بطعمه خالص، فدايما نشارك كل الناس اللي بنحبهم في في الحاجات الحلوه اللي بنعملها. اهو شوفوا بقى الجمال والحلاوه، شوفوا شوفوا. يلا اخر واحده، وابقى خلصت الباتر بتاعي، ويبقى حلو قوي قوي. يلا بينا، اي حاجة مش هستخدمها نروق على طول كده. بصوا بقى هنا عندي كده، دي اخدت الله يعني، عايزة دي انا بحب قوي القرفة مع السكر، بالنسبة لي من الحاجات المميزة جدا يعني، الفيفوريت بتاعي هو القرفة بالسكر اهو كده. وبعدين نعمل بقى دول، شايفين الجمال، نبدأ اقلب بس دول. الله الله الله، على بصوا بقى، بصوا شوفوا شوفوا. هقولكوا احنا هنا كده عشان تاخد اهو ألذ واحلى فرنش توست ده ولا يلا كده. وهبدأ بقى نعمل الحركات والطبقات اللذيذة بتاعتنا كده. ده طبعا هيسيح، كل الكلام ده هتلاقوه ساح خالص. عايزة اقول لكم اهو، شوفوا 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 كده. ده يعني اللي هو ساندويتش الهنا،
اللي مليان شوكولاتة ده ساندوتش الهنا، ونجيب بقى الموز كمان. يلا بينا الموز بتاعنا. يا السلام يا السلام على الجمال. يلا فاهمين وهو سخن كده ويجنن بيطلع عامل ازاي طبعا. ها مش قادره ايه اتكلم في الحلاوه دي اهو كده. شوفوا عاملين مع بعض كام نوع وصنف مختلفين بس يجننوا اهو كده. الحشوه بقى الحلوه بتاعتنا يلا. محبي الشوكولاته وبالذات الشوكولاته اللي بالبندق هتهيصوا ابشروا اهو كده. وهنا اجي اجيب الايه الباتش الجديد معايا بال ايوه. عايزه اقول لكم ريحه القرفه مع السكر والسخونه بتبقى مجرمه. فانا دلوقتي في الايه في الاجرام ده اهو. شوفوا بقى شوفوا لما بتبقى طريه من جوه وكريسبي من بره انسوا ننسى نفسنا خالص كده. تعالوا نشوف السمك ايه نظامه معانا. يا سيدي يا سيدي يا سيدي السمك الله على حلاوة وجمال وطعامة السمك والصوص. وبصوا كده وهو ايه غرقان شايفين. يا سلام يا سلام. والبطاطس بقى والخضار شرب كل الكلام الجميل ده. تعالوا يلا بينا هنعمل مع بعض دلوقتي التقديمة الحلوة. يلا بينا يلا بينا يا سيدي يا سيدي على القرفة مع السكر لما تتحط كده مع الفرنش توست. حكاية حكاية ورواية اهو. احط لكم من هنا ثلاثة ومن هنا ثلاثة. شوفوا شوفوا شوفوا. والموز بقى اللي ايه اللي يحليلي كمان الطعم. يا السلام يا سلام. بصوا بقى الجمال ده. كريمة الخفق هعملها لكم كده لان في ناس تحب قوي 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 ان هي ايه تحطها كغموس في الطبق بتاعها الجميل. شايفين حلاوة وجمال ما بعده جمال كده اهو. وبقى ايه نسكت؟ لا فعش. نحط الصوص كده. شايفين الجمال بقى هو ده اللي احنا عايزين دايما نبقى بنعمله حلويات. شايفين اهو. ونقدم احلى واجمل واطعم فرنش توست عملناه مع بعض بطريقة تجنن لذيذة جدا حلوة قوي كده. يلا بينا نطلع بقى صينية السمك المحترمة. صينية ما بعدها صينية يتقدم مع ألذ رز رز السمك الايه البني الجميل. ويلا بينا نطلع الصينية الحلوة بتاعتنا. شوفوا لما حطيت الايه البصل الاخضر على الوش مش عايزه اقول لكم ادى طعم يجنن. لما بيتشوي كده معاها بيبقى روعه. يلا بينا. اوبا هوبا 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 هوبا. شوفوا بقى الجمال ده
بصوا اخده الشاويه، يا الله على حلاوتها. مش عايزه اتكلم بجد عن جمال البطاطس دي، هي دي اللي انا مستنيه اخش جواها. وهي ايه طالعه لنا كده بالطريقه اللذيذه دي. بصوا الطعامه بقى والجمال ده، هو ده اللي انا ايه اللي انا عايزاه. يلا بينا. عملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا وصفات تجنن، حلوه لذيذه سريعه وجميله. اول حاجه كانت صينيه السمك، صينيه سمك فيليه محترمه جدا مع البطاطس والخضار اللذيذ تحتها. وكمان عملنا مع بعض الفرنش توست بنكهات مختلفه وبمقادير لذيذه جدا. جربوا كل الوصفات وابعتوا لي دايما على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفره على انستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.